بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مقشر القهوة أو سكراب القهوة طبعا هو يعمل على التقشير، ومن أكثر المقشرات التي تتميز بالعديد من الفوائد للبشرة. هي تقشر البشرة، تنعمها، تخلصها من الكثير من المشاكل. طبعا لا تستخدم فقط في المقشر، فهي حاضرة طبعا في العناية ببشرة الوجه عن طريق عمل ماسكات القهوة، وأيضا حاضرة في ماسكات الشعر لعمل ماسكات الشعر، وسبق ووضعتها بالقناة حتى لعمل شامبو للشعر. لها عدة مميزات: هي مضادة للالتهابات وتساعد في تخفيف مشكلة الحبوب، غنية بمضادة الأكسدة المهمة للبشرة، ترطب وتنعم بشرتك، تعمل على تفتيح بشرتك وشدها، تخلص بشرتك من الجلد الميت، كذلك تعمل على تخفيف مظهر وشكل السيلولايت في الجسم. ندخل في مكونات هذه الوصفة أي المقشر لبشرة الوجه والجسم كذلك. نأخذ ملعقة طعام كبيرة من بقايا القهوة أي الحثل، حثل القهوة، بقايا القهوة، ملعقة طعام، ونضع عليها ملعقة طعام كبيرة من السكر البديل، السكر البني. يمكن استخدام السكر البني، كما يمكنك كذلك عمل كمية كبيرة من هذا المقشر والاحتفاظ بها في برطمان زجاجي واستخدامها عند كل استحمام. نقوم بمزج المكونات الجافة مع بعضها البعض بهذا الشكل، ثم نضيف أي نوع زيوت. أفضل أن نضيف زيت البرتقال الذي سبق وعملته في القناة، هو سهل التحضير ومكوناته سهلة ومتوفرة عند الجميع. البدائل أو الاقتراحات هي زيت اللوز الحلو أو زيت الجوز الهند أو زيت الأفوكادو أو زيت الزيتون أو حتى زبدة الشيا أو كذلك حتى زيت بذور العنب. نضيف الزيت تدريجيا الرائحة جميلة جدا، تخيلوها رائحة برتقال مع رائحة القهوة. طبعا المقشر هذا سيكون رائع جدا للمدمنات على القهوة، حتى يكون القوام متماسك وليس سائل. ونقوم قلت بحفظه في برطمان زجاجي واستخدامه. طريقة استخدام هذا المقشر: أولا قبل ما نضع هذا المقشر يجب أن يكون الجسم رطب أي مبلل أثناء الاستحمام، ونقوم بحركات دائرية بفرك الجسم بشكل ناعم ولطيف على كامل بشرة الجسم، بشرة الوجه، الرقبة، وكامل الجسم، وبدون فرك قوي حتى لا تؤذي بشرة وجهك وجسمك. طبعا بعد الانتهاء يمكن إكمال استحمامك بالطريقة العادية جدا، وأهم شيء أن تقومي بترطيب بشرة وجهك وجسمك بعد هذا المقشر، لأن الترطيب أهم عامل يعمل على نعومة وصحة الجلد. طبعا الترطيب يكون حسب المرطب المتواجد عندك، أو يمكن استخدام زيت جوز الهند أو أي كريم مرطب متوفر عندك في البيت. نتيجة هذا المقشر رائعة جدا، هو يعمل أو يخلص من خلايا الجلد الميتة المتراكمة على البشرة، وهذا يترك البشرة صحية مشرقة وناعمة. طبعا لأننا نحرك الدورة الدموية بواسطة هذا المقشر، فهناك مشاكل كثيرة للبشرة ممكن أن نحلها بواسطة هذا المقشر، مثلا التخلص من السيلولايت والخطوط البيضاء عن طريق التقشير بشكل منتظم لهذا المقشر أي مرة واحدة كل أسبوع.
طبعا القهوة هي عنصر أساسي بهذا المقشر، مصدر جدا غني بمضادات الأكسدة، وهذا ما يجعلها مضاد ممتاز للالتهابات التي تساعد على التخفيف من مشاكل حب الشباب وحتى الأكزيما. وفيها الكافيين الذي يساعد على تحسين نشاط الدورة الدموية. هذا المقشر فعال وممتع وممتاز لجميع الأعمار، للحوامل، للمرضعات، للبنات من جميع الأعمار يمكنهم استخدامه وبكل أمان. دلكت القهوة التركية تعطي لمعانا وتبييضا للجسم وتعمل على إزالة السيلولايت. هذه الدلكة بسبب الخصائص الموجودة في القهوة، القهوة التركية تكون هنا خضراء، ونقوم بتحميصها في البيت بطريقة طبيعية وآمنة، وبعدها نقوم بطحنها على شكل بودرة ناعمة. طبعا لها فوائد كثيرة في الجمال، جمال البشرة والشعر. تعمل بسبب خصائصها الموجودة بسبب عفوا الخصائص الموجودة في هذه القهوة، فهذه الدلكة تعمل على التخفيف من مظهر السيلولايت وتقلل من ظهوره، وكذلك تعمل على تقليل ظهور الشعر تحت الجلد واختفائه تماما. تعمل على توحيد لون بشرة جسمك إذا استخدمتيها بشكل منتظم. تفتح علامات تمدد الجلد البيضاء والتخفيف منها ومن وضوحها بشكل كبير. تزيد نعومة بشرة جسمك وتظهرها بمظهر صحي متألق براق وناعم. طبعا هذه الفوائد والكثير منها ستكتشفونها مع الاستخدام المتكرر والمنتظم لهذه الدلكة، والتي مكوناتها متوفرة في كل بيت. طبعا رائحتها جميلة جدا. نستخدم في هذه الدلكة، قلت القهوة التركية، ممنوع استخدام قهوة سريعة الذوبان، أو استخدمي أي نوع بن متوفر في بلدك، البن الجاهز، ولكن أفضل لو استخدمت القهوة المحضرة في البيت. نأخذ ملعقة طعام كبيرة من القهوة التركية ونضيف عليها 2 ملاعق طعام كبيرة من نشا الذرة، الكورن فلاور أو المايزينا. يمكنك كذلك استبدال نشا الذرة بنشا الأرز. نقوم بمزج المكونات الجافة مع بعضها البعض جيدا. ثم نقوم بإضافة ملعقة شاي صغيرة من زيت الجليسرين. في حالة عدم توفر زيت الجليسرين يمكن إضافة زيت اللوز أو زيت جوز الهند أو حتى زيت الأطفال. لمن بشرة جسمها جافة جدا تضع 4 ملاعق من الزيت. نخلط المكونات كذلك مع بعض، ثم نقوم بإضافة ماء الورد تدريجيا حتى الحصول على قوام الدلكة. تدريجيا حتى لا تفسدي الخلطة، ضيفي ماء الورد حتى تتحصلين على قوام قلت الدلكة. بهذا الشكل عفوا،
ونستمر في المزج هكذا جيدا. نتحصل على هذه الدلكة الرائعة، دلكة القهوة التركية. وأنت بالحمام قومي بتدليك هذه الدلكة على جسمك قبل عمل الشاور، وبعدها اغسلي جسمك بالشاور جال عادي واشطفيه وانعمي بجسم لامع، وكذلك قلت يعمل على تبييض الجسم. هذا دلك آمنة الاستخدام للحوامل، للمرضعات، للبنات كذلك يمكنهم استخدامها وبكل أمان. إذا أحببت عمل كمية كبيرة من هذه الدلكة، قومي فقط بمزج المكونات الجافة، احفظيها بعلبة زجاجية، وبعدها فقط أضيفي الزيت وأضيفي ماء الورد عند الاستحمام. إذا تبقت لك من هذه الدلكة يمكن وضعها بعلبة كذلك محكمة الإغلاق، واحفظيها بالثلاجة صالحة الاستخدام لمدة أسبوع كامل. بالأخير لا تنسوا الاشتراك بالقناة ومشاركة هذا الفيديو حتى تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.